نعم بالطبيعة يعني محمد، هذه التقارير التي صدرت يعني أيضا في السابق والتي تشير إلى أن يعني تنفيذ هذه الخطة قد يسبب في اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وأيضا إلى تفاقم الأوضاع هنا في الضفة الغربية، علما أن الجانب الفلسطيني قد يعني طالب في السابق وخالف لإسرائيل يعني إذا كانت إسرائيل تنوي ضم أجزاء من الضفة الغربية لربما قد يحول المشروع الإسرائيلي إلى دولة واحدة في نهاية المطاف، وهي ستتحمل الأعباء الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبالطبع يعني هذه التقارير تزامنت اليوم مع كل تداعيات هذه الخطة. تواجدنا هنا في مدينة رام الله محمد اليوم، وأيضا يعني تحدثنا مع المواطنين، فلنشاهد هذا التقرير الذي أعددناه اليوم ويلخص ما حدث في مدينة رام الله. هذا العام الموعد الرسمي والذي اعلنت عنه الحكومه الاسرائيليه بدء تنفيذ مخطط الضم. احنا اليوم بناكد انه قرار الضم وصفقه القرار مش ممكن تمر قيمه الشعب الفلسطيني موجود، هاي الارض ارض فلسطينيه واحنا شعب حر ومعنا كل الشعوب الحره بنطالب بحقنا في هاي الارض. هنا في مدينة رام الله ترقب قبل الكشف عن الخرائط الأمريكية التي وصلت إلى حكومة نتنياهو والتي حملها أفي بوركوفيتش من البيت. فتمهيدا للخطة الأمريكية والمعروفة بصفقة القرن، يستعد الفلسطينيون لمواجهة الشق الأولي من الخطة الأمريكية. ظلت بعيد إسرائيلية من عهد الثورة بالتبعيد مع الجيش.